أستاذة، لمساحتنا القانونية فرح اليوم رح نحكي عن بعض عقود البيع، وتحديدا يمكن يكون عند أي شخص رغبة بامتلاك بيت أو عقار لكنه ما بيملك المال الكافي لهذا الشيء. هذا الشيء بيصير بالتوافق أو الاتفاق بين المالك والشاري، ويطلب منه المبيع ويوافق طبعا المالك على هالشيء ضمن شروط معينة. اليوم بدنا نعرف كل هالتفاصيل لنحكي عن نوع من أنواع عقود البيع، هو وعد بالبيع وبيع على شرط واقف. خلينا اليوم نستقبل الأستاذ أحمد دعبول يخبرنا عن كل التفاصيل. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك بالخير. يعني صباح الخير أستاذ أحمد، دائما رجل مهمات الصعبة الأستاذ أحمد. اليوم أنواع عقود البيع، خلينا نتعرف بالبداية على أنواع قبل ما نفوت بالتفاصيل. هلا بدايه البيع، نحن خلينا نعرفه بشيء موجز حتى نطلع عنه بعدين. هو عقد منجز ما بين بائع وشاري لشيء ما، قد يكون عقار قد يكون مقول، مقابل ثمن معين. اذا بنتفرع نحن عن عقد البيع، هذا البيع المنجز، البيع اللي يقترن هو بالتسليم فوريا. انا بعتك عقار، زلت تفرغته بالمصالح العقاريه، بعتك سياره سلمتك اياها. هي احنا عندنا البيع ممكن يكون انه بالنهايه هو عقد البيع، اذا نحن ما نفوت بتفاصيله، هو عقد اتفاق، هو عقد اتفاق شريع ارادتين البائع والشاري، طرفين على هالشيء هذا. لهيك عقد البيع ممكن يكون فيه العديد من الشروط بما يتوافق مع اراده البائع واراده الشاري. بهالمنطلق هذا نحن من خلال وضع الشروط المعينه هي، مثل ما حكيت ست زينب، ممكن حيكون في عندنا بيع على شرط واقف. يعني انا بدي ابيع سيارتي، انا احطه البيع هذا اذا سافرت. كثير عالم مصير اذا سافر، هذا ممكن يكون موجود بالعقد، ممكن يكون بالعقد لكن ويكون موثق ويكون الامور كلها نظاميه. ممكن يكون بشرط التجربه مثلا، انه انا بدي اخذ اشتري هالسياره هي منك، لكن انا بدي اجربها، اتاكد من صلاحيتها، اتاكد من فعاليتها معي، عدم وجود اعطال فيها. هون بتتفرع كلياتها شروط معينه باراده البائع واراده الشاري لانجاز العقد المتفق عليه فيما بينهم. طيب يمكن خلينا شوي نوضح عقد الوعد بالبيع او على شرط واقف مثل بالتفصيل خلينا. وهل يشترط وجود محامي لتنظيم هالنوع من العقود؟ قلت لنا بالاتفاق مع الطرفين. فاحيانا بصير في نصب واحتيال بنوع من هالعقود، كيف فينا نضبطها اليوم؟ هلا من الناحيه القانونيه هي لا يشترط وجود محامي، هي مجرد اتفاق الإرادتين البائع والشاري، الطرفين العقد. والقانون لا يحمي المغفلين، ما بدنا نقول القانون لا يحمي المغفلين، كل سلامته. مجرد اتفاق وإرادتين، ما في داعي لا وجود محامي. لكن نحن لما نقول يكون في حدا مختص، سواء يكون مو بالضرورة محامي، يكون مثلا كاتب عدل، يكون موظف توثيق عقاري، يكون موظف تنظيم، ما يمكن صيغة العقد حتى تكون واضحة. ليش هلأ أنا أجي بالحكي إنه ليش لازم يكون في محامي؟ من حيث المبدأ القانوني لا، أنا هلأ فيني أشتري منك منزلك من دون صفتي كمحامي أنا. لكن قد يكون العديد من الإشكالات القانونية موجودة، أنت بموجب اختصاصك، المسألة مسألة اختصاص لا انتقاص من شخص. أنا اختصاصي قانوني، ما بكون أنا عم نظم عقد بيعنا، أول شيء بسألك إنه مثلا حضرتك العقار تبعك عليه إشارات؟ طبعا عليه اشارات، ممكن تكون اشارات هي عاديه ما بتشكل خطر لك عاديه، لكن انا كشخص ما عندي اختصاص قانوني، ما عندي معرفه قانونيه كبيره. اذا اعطيتيني انت اخراج قيد عقاري مثلا لمنزل وانا قلت لك هذا الاشاره، قلت لي اشاره عاديه هي خلال 6 شهور بشيل لك اياها شهرين، طب انا كشخص غير مختص كيف بدي اعرف؟ انا مع احترامي للجميع انه كل شخص نحن بدنا نفترض، وخاصه نحن بهالوقت حالي انه مو سهل واحد يامن شراء منزل، مو سهل واحد يامن شراء سياره، مو سهل واحد يدخل مشروع تجاري. لما انا عم روح لعند شخص مختص، محامي او غير محامي، قانوني، موظف رسمي، موظف اي دائره كانت، عم بساله عن الاختصاص هذا، رح يقول لك لا، هي اشاره رهن، انت حقك كلياته معرض للهدر. في شخص قبلك عم بيطالب، هذا الشخص بائع المنزل لعده اشخاص قبلك، ممكن يكون في عمليه نصب واحتيال، هذا الشخص عليه اشارات، عليه رهن لمصرف. ممكن نحن مجرد اتفقت انا وياكي، وجدت السعر مناسب لي، كان السعر شيئا ما خفيف، انا انغرى. وللاسف هيك عم بصير نحن عندنا، هي السبب اللي عم بصير. طب اخي صح، انت لو عم تدفع مثلا، فلنقول احنا عندنا شراء منزل ب 10 مليون ليره، اجي انت عرضتي بسبعه، حتلاقي تهافت من الاشخاص عليه، والشاطر بده، طب انت لو دفعت 7 مليون بس بده 7 مليون كلهم يروحوا عليك، او حتى 6 او 5، لانه عم بيكون في اشاره رهن مثلا لبنك، في اشاره رهن لشخص، في اشاره حجز احتياطي، هي الامور كلياتها هي تستوجب وجود شخص مختص، ما بدي اقول محامي تحديدا حتى ما يكون تسويق ودعايه للمحامين، لكن هي مساله اختصاص، فعلا المحامي بيسال هي الاشاره شو وضعها؟ اخراج غير العقاري موجود فعلا عليه شيء، ممكن يكون ترخيصه غير صحيح، ممكن يكون املاك دوله. صحيح. بيسلمك العقار، بتصيري حائز له، لكن ممكن
يكون هذا أملاك دولة ما بصح عملية الشراء والبيع عليه. هاي الأسباب كلياتها بغض النظر عن اتفاق الإرادتين على البيع هي تحتاج إلى شخص مختص لضمان عملية البيع والشراء وضمان عملية حق البائع وحق المشتري، حق المشتري بالمبيع وحق البائع بالثمن اللي بدهم قبضه. تماما. اليوم استاذ احمد لما بنحكي عن اكثر المشاكل يلي بتصادف حضرتك بتشوف انه المصطلحات القانونيه وكيفيه التلاعب بها هي يمكن تكون سبب كثير كبير لعمليات النصب والاحتيال مثل ما بنقول وخساره بعض الاشخاص يلي يمكن ما استعانوا بمحامي ببعض الاوقات وكان المفروض يكون صحيح. موجود عدا عن المصطلحات القانونيه نحن احيانا بالعقود صدقا عم بيكون احيانا اختلاف حرف عطف ما بين و واو قد يؤدي الى اشكال قانوني يضيع حق. ممكن و ممكن ان ساعه الان بدي اكتب مثلا شرط بعقد البيع ويشترط دفع الثمن وتسليم المبيع خلال فتره شهر. اذا حطيت او انا هون صار في عندي انا واحده من الحالتين تماما. اما و هي جمع الحالتين التسليم ودفع الثمن. الواو والالف الواو والاو هي عم تؤدي الى احيانا تسليم العقار دون دفع الثمن، دفع الثمن دون ما البائع يسلم العقار، عم تسوي اشكالات قانونيه كبيره. لهالسبب هذا عاد انه في مصطلحات فعلا قانونيه يعني ممكن ساعات بيقولوا انه حدا رهن حيازي، شو رهن حيازي؟ شو رهن حجز احتياطي؟ شو حجز تنفيذي؟ ما بدي افوت انا بالغوص بالمصطلحات القانونيه الموجوده عند المحامين او عند القضاة، خليني انا بالحاله الطبيعيه بالمنطقيه باللغه العربيه. احيانا عم بيكون اختلاف حرف، اختلاف بند اللي قد يكون احيانا هي اللي بفكر شخص لصالحه هو بيكون ضده. انا كثير احب الاستاذ انا حاطط شرط بالعقد كذا كذا بس لك هذا ضدك، كان العقد تبع منظمه ضدك انت كيف حاطه؟ بلي انا قالوا لي لا هذا لصالحك، بقول لك ما بصير ليش؟ في غلط. ساعات انا مثلا احيانا وخاصه اغلب المشاكل القانونيه بتصير لما بيكون الدفع على دفعات تقسيط. هون شو ممكن تصادفكم مشاكل بالتقسيط؟ هلا المشاكل انه ممكن يكون اختلاف وخاصه بالايام الحاليه نحن كثير عندنا مشاكل قيم سعر اختلاف السعر. طب يا اخي ده غير ملزم، انتم ما انكم محددين حسب سعر الصرف اللي بحدده المصرف المركزي، ما انكم محدد كذا، نحن استاذ انا اتفقنا على 10 مليون خلال مثلا 3 سنين، انا ال 10 مليون كانوا يجيبوا لي كذا انا هلا بجيب. يا اخي طب هون هالقصه هي اكثر شيء عم تصير بمشاكل التقسيط والدفع، في مشاكل كمان اللي بتكون دفعه واحده. لكن بالتقسيط فيه العديد من المشاكل لانه لا البائع بصير راضي واحيانا المشتري ما بيكون راضي. كمان انا لو اشتريت منزل بها بالسعر اللي دفعته اول شيء كثير اشكالات قانونيه. نحن حتى نحد هذا الشيء كلياته مثل ما حكيت بكثير حلقات سابقه التنظيم حقيقه العقد ما مشان تهرب ضريبيا انت تروح تحط شيء غير حقيقي مو مشان قله مروه خلينا نسميها عدم ضمان حق او ثقه. نهاية لو في ثقة ما كان لا يوجد محاكم. تمام. كل واحد بيعرف حقه بيعرف التزاماته وبيعرف واجباته وفي يعني المحاكم كنا دولة مثالية مدينة الفاضلة كنا. خلي حقيقة العقد المنظم ما بين البائع والشاري تكون موجودة منظمة بحق عند شخص مختص قانونيا قد لا يكون محامي قد يكون قانوني قد يكون حقوقي قد يكون موظف توثيق عقاري قد يكون كاتب عدل يقف على حقيقة الشيء فعلا تؤدي إلى ضمان حق الطرفين. أنا ما عم بضمن حق بائع أو شاري عم بضمن حق الطرفين. نعم يعني عم تحكي عن بعض يمكن الأخطاء الحاصلة بتنظيم هالنوع من العقود. اليوم يمكن كتير من النصائح اللي بتعطيها من خلال خبرتك والأخطاء اللي عم بتصير بتنظيم هالنوع من العقود، شو أهم خطأ هيك عم بتحسه عم متداول دائما عم يقعوا فيه العالم بهالنوع من العقود وكيف بتنبهن يعني لازم يكون في شهود حتى على تنظيم هالعقد؟ شو مثلا قلنا انه لازم يكون في حدا مختص لتنظيم هذا العقد، شو النوع شو الاحتيال او النصب اللي عم بيصير بهيك نوع؟ هلا بالدرجه الاولى اي عقد بيع عم بصير وخاصه بسبب القيمه الكبيره حاليا نحن عندنا هو الشهود قد يكون لهم دور هي تسمى بالقانون البينه الشخصيه، لكن ما وجد بعقد كتابي لا ينفى الا بسند كتابي. ساعات انا عم اثبت بعقد بيع سياره او منزل او ارض بعقد كتابي، انا ما فيني انفي بشهود، ما فيني انفي انه انا ماني دافع ثمن. هلا اغلبيته المشكله اللي عم تصير حقيقيه عم يساو المكاتب العقاريه الاشخاص من الوسطاء هالقصص هي عم يساو عقدين بيع، عقد بيع بثمن متفق عليه وعقد بيع بالسعر الحقيقي. اللي عم يشتغلوا فيه بدوائر الدوله للاسف فعلا هو عقد البيع متفق عليه لتحصيل الضريبه، لكن حاليا بعد سقوط صدور قانون البيوع العقاريه صار في قيمه رائجه بدك تدفعه لو حاط المتفق عليه. هذا الشيء انت الطرفين البائع والشاري
عم بيضر بحاله، عم يضر حقه. يا اخي حط السعر، ساعات انا عم ادفع ضريبه على سعر فلنقل 500 مليون ليره سوري، انا عم اضمن ال 500 صح، عم ادفع عليها فلنقل مبلغ 10 مليون، ما بتوصل لهالمبلغ هذا على سبيل المثال، قيمه كبيره، انا صح عم ادفع 10 مليون، طب ليه دفع 500 مليون؟ ما بيضمنها، ما بيصونها، ما بيصورها لهال 500 مليون بحيث انه ما تتعرض لاي اشكال قانوني، ما يتعرض، ما بيقول خلي الحق ثابت، انه انا اللي حصل حقي بدي 4-5 سنين، طب انا ما بحفظها طبعا. لما انا عم حط حقيقه الشيء هذا بضمن حقي انا، وحتى البائع اللي هو عم يقبض ممكن يجي بوجود الثمن متفق عليه، الشهر يدعي انه انا اعطي كامل الثمن، هو دائما اغلب الاحيان عم بيكون الدفع مثلا 3 دفعات، مره اول كتابه صحيح. العقد، مره عند الحصول على الموافقه الامنيه، مره عند الفراغ النهائي. طب انا بموجب العقد اللي نتنظم انا عم بخس بحقي، عم ضر حقي بائع ومشتري، بائع ومشتري انا عم ضر حقي. الشغله الثانيه اللي هي عدم اللجوء الى موظف رسمي، انا دائما حتى مو محامي، اذا بنشتغل الشغل القانوني الصح، المحامي بيضمن الحق، بيعرف شو الاشكالات القانونيه، يتقي المشاكل، احنا هون دور المحامي هو عم يكون دور اتقائي، حمايه من الاشكالات القانونيه قبل وقوعها، لكن اذا انت ما بدك حتى تفوت بهالمجال هذا، انت خلي العقد منظم امام موظف رسمي، مثلا منزل، مكتب التوثيق العقاري في المصالح العقاريه اللي تابعه للمحافظه الموجود في العقار، سياره امام مديريه النقل اللي موجود، هون انت عم يتم دفع المبلغ بشكل مباشر دايركت ما بين التوقيع اللي هي نقل ملكية السيارة أو المنزل أو العقار، وما بين دفع المبلغ بشكل فوري، ما في أي إشكال قانوني هون صور، إلا لكن نرجع نحن هون بحاجة، إذا كان قد يكون أحيان قبول الشراء قبول بالإشارات. طب هون أنا بجوز أنا إن أقول لأسمي، لكن يكون في حدا منازعني قبلي بهالملكية هون، لهون برجع بحط أنا يوجد في حدا مختص يضمن، وخاصة أنه في عندنا قاعدة قانونية لا جهالة في القانون بنهاية مصالح العقارية ومديرية النقل، ما أنا حكر على شخص معين، أي شخص بده يشتري أرض في طلع إخراج قيد عقاري، أي شخص بده يشتري سيارة في طالع بيان قيد مركبة، بهالقصة هاي تكون الأمور محفوظة بشكل أمثل. طبعاً أكيد نشكرك أستاذ أحمد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياهم، نتمنى العالم يكون عنده هذا النوع من الوعي لحتى يمكن نضبط عمليات النصب إذا بدنا نقول اللي عم بتصير وبكثرة للأسف. شكراً لك. نشكرك أستاذ أحمد على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله بالحلقات القادمة بنحكي أكثر عن الأخطاء اللي عم يقعوا فيها العالم، وهي يمكن بسبب شيء بسيط ممكن بعقود معينة. شكرا لك. ميت أهلا وسهلا. شكرا لك.